اكمل يعني من منطقه جوبر، يعني هذه المنطقه المحاذيه لحيبه وعمر. الان هناك ايضا غارات حربيه على هذا الحي، مما ادى لسقوط العديد من المنازل، ايضا في القصير، في تدمر. الان طيران حربي يعني يحلق في سماء المنطقه، ولا نعرف ان كان هناك يعني غارات ام لا. فقط يعني اريد ان اتحدث عن شيء، يعني اليوم المملكه العربيه السعوديه اوقفت تشييد الفيز للسوريين، لماذا لا نعلم؟ لذلك نناشد ملك السعوديه بالنظر في امور السوريين المتواجدين على ارض المملكه. يعني لما اوضاع حمص اليوم، وخاصه اوضاع حمص، احياء حمص القديمه وحيدر العلبي، يعني هناك وضع سيء ومعيش، وضع صحي سيء ومعيشي، يعني وخاصة يعني بعد قصف النظام اليوم هذه المناطق بالقذائف. هاو العيار 240 يعني تمتلك القذيفة الواحدة قدرة تدميرية هائلة تفوق قدرة تدمير برميل التي ان تي، وقد تم استخدامها يعني اليوم في أكثر منطقة، وخاصة في أحياء حمص القديمة وحيدر العلبة، وقد تهدمت عشرات المنازل وسقط العديد من الشهداء جراء القصف على هذه المنطقة. نعم، طيب أبو محمد، الجيش السوري الحر هاجم فجر اليوم مقر الشركة الروسية بحمص بمنطقة توينان في حمص، ما هو الهدف من مهاجمة هذه الشركة؟ ما الذي يعنيه ذلك؟ سؤال بعد إذنك. الجيش السوري الحر هاجم اليوم مقر الشركة الروسية بمنطقة توينان في حمص، ما الذي يعنيه ذلك؟ ما هي أهمية هذه الشركة؟ نعم، هذه الشركة الآن يعني كتائب الأسد تستعملها مركزا لتجمع الشبيحة والأمن. حاول الجيش الحر يعني أن يشن هجومه على هؤلاء ليقتل العديد منهم. يعني هذه الشركه هي بالاصل يعني العمال المتواجدين فيها هم من الروس، لكن يعني هؤلاء العمال يعني خرجوا الى بلادهم، ولو كتاب الاسد لها مركزا للتشبيح، وتحاول يعني اسر المدنيين داخل هذا البناء. واليوم الشهر استهدف هذا البناء، وان شاء الله سوف يتم استهداف اي مركز للشبيحه ان كان في حمص او في سوريا عامه. بإذن الله، أشكرك جزيلا أبو محمد الحمص، مراسل شبكة شام الإخبارية في حمص، كنت معي.